لا شك أن الصورة ومواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية غيرت جميعها في القدرة على إيصال الخبر، غير أن بعض الصور قد تجرم ملتقطيها على ما يقول القانون اللبناني. يلا بوشوا بوشوا نذبحوا له هو اول شيء، نبلش نقطع له راسه له هو اول شيء. انت عم بتشوفي هو رايح معك وين ما رايح، انا اقدر نختك معي حبيبتي. صور عبر الهواتف الذكية أوصلت مشاهد إلى الرأي العام لم يكن ليستطيع التعرف إليها قبل مدة غير بعيدة، غير أنه في بعض الحالات يكون هدف التصوير كشف ممارسة ما، وفي بعض الحالات الأخرى يكون التصوير على حساب نجدة معتدى عليه. وزير الداخلية السابق زياد بارود يشرح أن في بعض هذه الأفعال جرم بحسب القانون اللبناني. في نص بعنوان العقوبات تضيف سنة 83 بتعديل سنة 83 بيخلي إنه إذا أنت كنت بمقدورك تسعف شخص بحاجة لمساعدة ولم تسعفه هيدي عقوبة بحد ذاتها، يعني هذا جرم بحد ذاته، وبالتالي طبيعي إنه مثل كأنه واجب عليك قانونا إذا أنت كنت في موقع تستطيع أن تساعد، يعني مثلا طبيب مارق بمطرح في حادث سيارة وضل مكمل وعارف إنه بيقدر هو يوقف ويساعد وما توقف بيكون عم بيعرض حاله لإمكانية ملاحقة نتيجة عدم إسعاف شخص بحاجة إلى الإسعاف. هي المادة 67 بعد 500 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس وبالغرامة المالية من استطاع إعانة شخص ما في خطر وامتنع طوعا. هذا موجود بفرنسا، هذا موجود بالولايات المتحدة، موجود بعدد كبير من الدول، وهو انطلاقا من أنه مش تجريم فقط ما لا يجوز، تجريم بسموها بر اوميسيون يعني جريمة الامتناع. في حالات كثيرة تأتي الصور لتفضح ما يريد المجرم إخفاءه، أما في بعض الحالات فخلفية التصوير الفردي تأتي من منطلقات بعضها يتعلق بحب الإثارة والظهور بمظهر من كان وسط الأحداث، وأحيانا أخرى تكون المنطلقات محض مرضية. لكن لا داعي للقلق وتعقيد الأمور، فالقوانين في لبنان رفاهية لا وقت لدينا لتطبيقها. جاد غصن، قناة الجديد.